بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا دلوقتي اهو سلقت الورق زي ما حضراتكم شايفين كده، شايفين ما شاء الله. هاخد كده وحشي منظم، بصوا ما شاء الله، هتاخدي على طول وتحشي منظم في قلب العود. لازم العود دوت، هاتي العود طويل ورصي عليه واحده كده وواحده كده، خلف خلاف، دخليها في العود كده زي ما انت شايفه، من الحته اللي ايه اللي هي اللي في النص دي اللي احنا بنقطع منها العود. تمام كده، كده الرصه ديت هتساعدك كتير على انك تشيلي الورق منظم كده، وتاخدي ورقه ورقه من غير ما حد يساعدك ولا ايه، ولا ينظم لك ولا يقول لك ايه، خدي ورقه ورقه كده بنفسك، هتريحي نفسك. تمام، دلوقتي معايا اهي الخضره، حطيتها على الرز بتاعي بالشكل ده كده. طبعا هحط زيت زيتون، ورق العنب بزيت الزيتون تحفه جدا طبعا، اللي ما عندوش مشكله ما تدقوش. وطبعا معايا برده ايه، معايا الرمان اللي هو دبس الرمان بتاعي دوت، هحطه بس انا بحب احطه بعد الحشو مش قبل الحشو، يعني بعد ما ارصه في الحله بحب احطه. تمام كده، معايا برده اللحمه بتاعتي، هاخد منها قطعه عشان ايه يخف موضوع الرز ده شويه، طبعا هي لسه مجمده شويه كده اهو. طبعا مش بحطها متسبكه، مش بحطها بالبصل، اصلا التسبيكه بتاعتي فيها البصل بتاعه وفيها توابلها فيها كل حاجه. تمام يا حبايبي اهو بالشكل ده كده زي ما حضرتك شايفه كده. تمام، تمام يا مودو. هعمل ايه، هقلب ده كله وارجع لكم تاني عشان الطبق ده ضيق، اجيب طبق اوسع كده ونقلب فيه ونرجع مع بعض تاني.